السيد الرئيس، الحضور الكرام، إن الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف في شهر ربيع الأول من كل عام هو لبنة وخطوة في محور بناء الإنسان الذي هو مقصود عظيم من مقاصد الرسالة المحمدية في بناء الإنسان ودفع إلى الله عز وجل وعمران روحه وقلبه. من هذا المنطلق كانت مبادرة خلق عظيم التي أطلقتها وزارة الأوقاف نحو بناء الإنسان على قبس من النور والحكمة والشمائل المحمدية. عن هذا المضمون ورؤية وزارة الأوقاف يحدثنا الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وختام الأنبياء والمرسلين ورحمة الله تعالى للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك وصفيك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حفظه الله، فضيلة أستاذنا الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف حفظه الله، السادة الحضور الكرام، يشرفني أن أتقدم إلى حضراتكم جميعاً وإلى شعب مصر العظيم وإلى الأمتين العربية والإسلامية وإلى الإنسانية كلها بأطيب التهاني بالمولد النبوي الشريف المعظم، داعياً المولى جل جلاله أن يعيده علينا وعلى حضراتكم بكل الخير واليمن والسرور. وبعد، فاليوم ميلاد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، النبي المصطفى المرفوع، الحبيب المتحبب المختار، لا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح ويغفر، رحيماً بالمؤمنين، يبكي للبهيمة المثقلة ويبكي لليتيم في حجر الأرملة، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا متزين بالفحش ولا قوال للخنا، لو يمر إلى جنب السراج لم يطفئه من سكينته، ولو يمشي على القصب الرعراع لم يسمع من تحت قدميه. بعثه الله مبشرا ونذيرا، فسدده الله لكل جميل، ووهب له كل خلق كريم، وجعل السكينة لباسه، والبر شعاره، والتقوى ضميره، والحكمة مقوله، والصدق والوفاء طبيعته، والعفو والمغفرة والمعروف خلقه، والعدل سيرته، والحق شريعته، والهدى إمامه، والإسلام ملته صلى الله عليه وسلم. واسمحوا لي أن أقف عند لمحات. اللمحة الأولى، لقد جاء صلى الله عليه وسلم بالعمران ونهى نهياً شديداً عن الفساد في الأرض وإهلاك الحرث والنسل، وأمر أصحابه بالحرف والمهن وحضهم على ذلك، فأحصى العلماء عدد المهن التي وجدت في زمنه الشريف فزادت على 200 مهنة، وهو صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بإتقان تلك المهن وتجويدها وتحسينها حتى تفتح أبواب الأرزاق وتعمر البيوت وننأى عن الفقر ويحصل الرخاء. وألف الإمام الجليل ذو الوزارتين أبو الحسن علي بن محمد الخزاعي التلمساني
كتابه الجليل والعجيب والمسمى بتخريج الدلالات السمعية على ما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحرف والصنائع والعمالات الشرعية، وقد طبعناه عندنا قديماً في وزارة الأوقاف في مطبوعات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. وأحصى شيخنا وأستاذنا الجليل الشيخ رفاعة الطهطاوي في كتابه الجليل في السيرة النبوية والمسمى بنهاية الإيجاز في سيرة ساكن الحجاز صلى الله عليه وسلم، خصص فيه فصلاً عظيماً يكاد يكون ربع الكتاب عن رعايته صلى الله عليه وسلم للحرف والمهن في الزمان النبوي. وقفز بذلك شيخ شيوخنا الإمام السيد عبد الحي الكتاني في كتابه التراتيب الإدارية في نظام الحكومة النبوية. وقبلهم جميعاً طور الإمام الجليل تاج الدين بن السبكي قوانين إتقان المهن في كتابه العجيب والمسمى بمعيد النعم ومبيد النقم. وبرعاية الشرع الشريف لهذا الجانب العظيم من العمران والتمدن تتطور المؤسسات وتصنع الحضارة. إن احتفالنا بالمولد النبوي الشريف هو في حقيقته إحياء لمقاصد رسالته وبعثته ودعوته وأخلاقه وشمائله، حتى نتخلق بها ونترجمها إلى واقع وعمل يبرهن على صدق حبنا له وإيماننا به صلى الله عليه وسلم. اللمحة الثانية: لقد قال صلى الله عليه وسلم عند أول دخوله إلى المدينة المنورة: أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، ليكون البيان النبوي الأول إلى البشرية كلها في بداية هجرته عليه صلوات الله وتسليماته. فهذا خطابه لأمته، أي للمسلمين جميعاً، أي لمليارين من البشر اليوم، أن تكون هذه المعاني رسالتهم بين بقية البشر، وأن تكون هذه المعاني وظيفة الأمة المحمدية في الإنسانية، أن نطعم الطعام، وأن نحول إطعام الطعام من مسلك فردي يقوم به الشخص إلى دور مؤسسي جماعي يقوم به المسلمون في كافة دولهم ومجتمعاتهم وشعوبهم، حتى لا يبقى على ظهر الأرض جائع. وحينئذ يلتقي وحي السماء وهدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما انتهى إليه فكر البشر في الأمم المتحدة التي اعتمدت في سنة 2015 خطة التنمية المستدامة لسنة 2030، فأقرت 17 هدفاً وجعلت على رأسها شعار لا للجوع. أين أنتم أيها المسلمون من ذلك؟ وهدي نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: أطعموا الطعام، والحق جل جلاله يقول: ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً. إن من ورائنا يوماً عظيماً يبعثنا الله فيه ويسألنا: ماذا فعلنا بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم؟ وهل انطلقنا إلى العالمين بهديه وقيمه وأخلاقه؟ فأعدوا أيها المسلمون جميعاً عدتكم لذلك اليوم العظيم. وكذلك أن نحول إفشاء السلام كما أمر صلى الله عليه وسلم إلى دور مؤسسي جماعي يسعى به المليارات من المسلمين بين البشر، حتى تنطفئ نيران الحروب في العالم جميعاً، وأن نواجه كل فلسفات صراع الحضارات، وأن ننادي بتعارف الحضارات لقول الله تعالى: لتعارفوا، وأن نصل الأرحام فنشيد العلاقات الحسنة بين كافة الشعوب والأمم، لأن الجميع أبناء آدم وبينهم رحم الإنسانية. ثم بعدها يقول صلى الله عليه وسلم: وصلوا بالليل والناس نيام. فأخرها، أخر الصلاة بعد الإطعام والسلام وصلة الأرحام، حتى نعلم أن الإنسانية الكاملة هي مفتاح العبادة الكاملة. وإذا كان الهدي النبوي الشريف صلى الله عليه وسلم لأمته أن تطفئ نيران الحروب في العالم أجمع،
فلهذا نبذل جميعا كمصريين بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي كل جهودنا لإطفاء نيران الحرب في غزة وفي الضفة الغربية، ونأبى لأشقائنا الفلسطينيين أن يهجروا من أرضهم، وندعوهم للتمسك التام بأرض وطنهم مهما كانت التضحيات الفادحة، وأنه لا حل للأزمة إلا بقيام الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. اللمحة الثالثة، اللمحة الثالثة، جاء صلى الله عليه وسلم كما سبق بالعمران ورعاية المهن فنخرج بشعار فليعمروا، وجاء بإطعام الطعام وإفشاء السلام وإطفاء الحروب فنخرج بشعار فليصلحوا، وجاء بالفرح بالله وبرسوله فقال سبحانه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون فنخرج بشعار فليفرحوا، وقال لمن سأله عن قيام الساعة ماذا أعددت لها؟ قال أعددت لها حب الله ورسوله، فقال له صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت، فقال سيدنا أنس فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنك مع من أحببت، فنخرج بشعار فليحبوا ولا يكرهوا ولا يحقدوا، وجاء بالخلق العظيم وإنك لعلى خلق عظيم، وقال أحبكم إلي أحسنكم خلقا فنخرج بشعار فليتخلقوا، وجاء بالأمر بالفكر والتعقل والتدبر والنظر والتعلم فنخرج بشعار فليفكروا وليبدعوا وليطوروا وليخترعوا وليتحضروا، وقال إن الله جميل يحب الجمال فنخرج بشعار فليتجملوا، إذن فليعمروا، فليصلحوا، فليفرحوا، فليحبوا، فليتخلقوا، فليفكروا، فليتجملوا. هذا هو سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يوم مولده الشريف. وختاماً، فإنني بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وعلى مسمع من العالم أجمع، أقول لزملائي وأبناء الكرام من الخطباء والأئمة وكافة أبناء وزارة الأوقاف، هذه مواريث النبوة، فتحققوا بها في أنفسكم، واحملوا مشاعر نورها في دعوتكم وفي رسالتكم، لتنوروا بها ربوع الوطن، ولتملأوا بها وعي المصريين جميعاً. ارفعوا أيها الخطباء والأئمة رؤوسكم عزيزة بشرف ما تحملونه وبنبل ما تؤدونه، وكونوا في الناس شامة مظهراً حسناً وحكمةً منيرةً، واجعلوا خطابكم ينزل على قلوب الناس رحمةً وراحةً، والله من وراء القصد. وفي الختام أقول يا رب اجعلنا جميعاً في جوار سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم دنيا وأخرى، وخلقنا بأخلاقه الشريفة بجوار أوفى العالمين بذمةٍ، وأعز من بالقرب منه يباهى، من جاء بالآيات والنور الذي داوى القلوب من العمى فشفاها، أولى الأنام بخطة الشرف التي تدعى الشفاعة خير من يعطاها، إنسان عين الكون سر وجوده ياسين إكسير المحامد طه، حسبي فلست أفي بذكر صفاته ولو أن لي عدد الحصى أفواها، كثرت محاسنه فأعجز حصرها وغدت وما نلفي لها أشباها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد.